هذه الأنغام مرت أجواء حفل الزواج الجماعي لفائدة 20 عريس من الفقراء واليتامى التي بادرت بها العديد من الجمعيات الخيرية بخميس مليانة. زواج جماعي منهم الناس يتامى، كان الأم تاعو متوفية، كان الأب تاعو متوفي، كان الناس اللي الغالب عليه ما عندهمش. كل خالي اللي حضر معايا في هذا الحفل وجميع لافامي ولعقوبة لجميع الناس اللي ما زالوا. العرسان أبدوا سعادة بالغة، لعل ذلك ينسيه ما مر عليهم قبل الوصول إلى هنا، لا سيما ظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة. نشكر الناس جميع اللي عاونونا، وربي يجازيهم وربي يخلصهم، واللي عاونونا بصغيرة ولا بكبيرة ولا بالدعاء، ربي يوفقهم وإن شاء الله مازال خير قدام بلادنا إن شاء الله. كما قاسمهم فرحتهم مجموعة من الوجوه الفنية. نشكروا شمس البوليدة اختك على هذه الإصدافة، ورانا هنايا جينا باش نفرحوا معها ونديروا الواجب ديالنا. حنا كفنانين جزائريين حنا موالفين بهذه المبادرات، ونشكروا كاع الناس اللي جاوا ويعطيهم الصحة. التنظيم كان جد ورائع. بهكذا أعمال يتجسد مبدأ التكافل الاجتماعي بين هذه الفئة المحرومة والمجتمع، فهنيئا لعرساننا بدخولهم القفص الذهبي.